ماي جاد واو. احنا مع العم طاطا في سوق الجمعة، والوقت العم طاطا هيسمعكم احلى لا الحان في الدنيا. حبيتك في الصيف وكرهتك في الشتي. يلا يا ابني غني معايا. حبيتك في الصيف وكرهتك في الشتاء. حبيتك في الصيف وكرهتك في الشتاء. مع العازف العم طاطا انوش مصر. حبيتك في الصيف وكرهتك في الشتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على رزقك خالك. عايز ايه؟ ده بكام؟ عايز تاخد فكرة يعني ولا عايز ايه؟ كم الجزمة دي؟ الجزمة دي جزمة علاء الدين الأيوبي. مصباح السحر راح وبقت الجزمة، تاخدها؟ خلاص دي ليها أكروبات دي. دي جزمة علاء الدين. اتفرج عليها كده بالكاميرا لو سمحت. هات اما انا بتصور لك يعني حاجه. علي الدين والمصباح السحري. خد المصباح وساب الجزمه. بس بقى ايه؟ خد المصباح وساب الجزمه. دي اخر ما بقي من علاء الدين، خدناها رهن بدل السجاده. عشان بيتاخر علينا. اصلي وده صاله. ويلكم ويلكم تو ابو لهب ستريت. ابو لهب بيمس عليكم. ابو لهب بيمس عليكم من ارض الكفر. اس اس ابو لهب. عايزين اصنام هتلاقوا. سبح هتلاقوا. عايزين تتوبوا يلا. دي الكهرمان المنجاوي. منجاوي خالص. شفتوا منجاوي ازاي؟ يعمل له كام يا باسم؟ ده يعمل له مبلغ. من خبرتك كده يا باسم ده يعمل له كام؟ يعمل له مبلغ كبير جدا انت ما تعرفوش. ولا انا ما يتعدش. لا لا ما حدش يعرفه. اكيد طبعا. طبعا يا راجل. نرجع بقى للموضوع دايف. ده مترونوم. مترونوم. مترونوم ده بقى عايز تعرف قصته ايه؟ ايش؟ انت المفروض انت اللي بتسال. ايوه ايه؟ ولا انت مش عايز تعرف القصه؟ لا لا عايز اعرف. عايز تعرف القصه ولا ايه؟ حاجه ترجع. مش بقى. نعرف القصه. طيب عايز تعرف ايه قصه الجهاز نفسه بيعملوا بيه ايه ولا الاسم؟ لا قصه اسمه مترونوم ليه؟ بيتعمل بيه دوت منظم ايقاع. علشان خاطر الجماعه اللي بيعملوا الحاد بينظموا بالايقاعات. دي جزمه علاء الدين والمصباح السحري. سامبو. خدناها رهن منه عشان بيتاخر بالبساط. دي خلعنا خالص. مطلوب 350 جنيه فيه. مطلوب 350 جنيه هاند ميد. ايوه جلد الطبيعي كله. صناعه دي صناعه هندي. سيرما هندي الوش كله يدوي. وهتلاقيهم الاثنين زي بعض مفيش يمين وشمال. ايوه وده صنم للكفار ودي سبح للمسلمين. بننور. شوف بيمشي معاك ايه؟ زي ده. ده سحاحه بيتسحب بيها السوائل. تضغط عليها وبتنور. في ناس بتشتريها انت مع بتوع الزيوت. شوف يا بوي. شوف لو تمشي معاك حاجه زي كده شوف. A few moments later. ده معناه هيكون الاسبوع المقبل ان شاء الله هنا من داخل سوق السيده عائشه معانا مقتنيات اخرى غريبه. ان شاء الله باذن الله هنعرض عليكم مقتنيات اغرب من كده كمان وهنوريها لكم. بس انت وكلها من التراث القديم. الناس اللي لسه داخله في البث دلوقتي بتسالك ايه ده؟ فانت يعني وضح لنا اكتر معلش. ده ميزان اسمه ميزان الرحله. وكان بيستخدم ابتداء من العصور القديمه من عصر الفراعنه. أيوة. علشان خاطر يقدروا ان هم يعادلوا المقايده. أيوة. ما بين القمح وما بين اي منتج تاني. ما بين الشعير لحد لما ابتدوا ان هم يصنعوا المكاييل. المكاييل دي اللي هي الرطل. الله ينور عليك. الرطل والاردب والقنصه للفضه والذهب او الجرام. اللي استخدموه بعد كده. وطبعا دوت بيرجع يعني الشكل اللي انا بوريه لكم دوت بيرجع للعصور القديمه يكاد من عصر المماليك. ده يخليني اسالك مميزات الميزان ده ايه؟ الميزان ده او اخوه مميزات الميزان ده ان هو حساس جدا 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 وغير قابل للسرقه نهائيا. يعني
يعني قيمه حساس بمعنى دقيق في الوزن جدا. شايف حضرتك العلامه المؤشر؟ اه. طالما وقفت في النص عندي انا عندي كيلتين قد بعض، ده اسمه المكيال، المكيال قد بعض. ايوه انا كده تمام مظبوط. يبقى كده انا اشفيت او انا ابرأت ذمتي من ان انا عندي اي سرقه في ميزاني. تمام، ببدا ان انا اعادل بقى، زي ان انا هحط هنا شيء واعادل قصاده شيء تاني لحد لما يتوازن معايا، انا كده عملت المعايضه بتاعتي. او لو هستبدل بموازين وقصادها المنتج اللي انا بشتريه، وطبعا كل حجم، كل حجم لحجم معين، يعني كل حجم الميزان معين، يعني ده ما يشيلش 5 كيلو لكن ده ممكن يشيل 5 كيلو لو مواد صلبه. تمام، ده ممكن يشيل معاك لحد 100 جرام. الكبير ده بكام؟ الكبير ده عامل 300 جنيه. والصغير ده؟ والصغير ده 150 جنيه. 150 جنيه. ده يشيل لحد كام؟ ده يشيل معاك لحد 100 150 جرام. طب خلينا بقى نسالك السؤال. لا يا ابويا ده مغناطيس. خلينا بقى نسالك السؤال على الهوا. يعمل له تجربه على الهوا ونشوف ده نحس ولا لا. يلا بينا وريني. اهو. ده مغناطيس اهو. ده مغناطيس. مش بنشوفه. ايوه. ما بيكذبش الخيط. لو حطيناه على المسمار بتاع النص ده صلب. بص هيكذب. يكذب. طب لو حبيت ان انا احطه هنا مش هيكذب. مفيش خلاص. طب حبيت امسك بيه القاعده من تحت برضه نفس القصه. ما بتنجذبش. تمام، ده بيبين لنا المعدن. وطبعا بقى يعني زائد الحاجات الباقيه اللي التجار عارفينها، في ناس بتستخدم مبرد تبدا ان هي تحك بيه المعدن عشان تعرف، كل واحد على حسب خبرته. بس انت ميه الكذاب دي هي اللي مريحاك. بتجيب من الايه طبعا. طب انت معاك ميه الكذاب دي ممكن نشوفها حاليا؟ للاسف النهارده يعني انا مش معايا، يعني انا كانت معايا وفي ناس استلفوها مني بيشتروا يعني. تمام، هتكون متواجده معاك ان شاء الله السوق اللي جاي هتكون موجوده ونعمل كمان تجربه عليها. مين بقى بيجي يشتري الحاجات دي؟ عايزين نعرف زباينك. هاويين الانتيكات فقط، مفيش واحد مش هاوي هيشتري حاجه زي دي، لان خلي بالك الحقبه بتاعه ال10 سنين اللي فاتوا دمرت تجاره الانتيكه في مصر بسبب عدم الوعي، بسبب عدم الثقافه، بسبب عدم المهتمين بالامر نفسه. أيوة. ان هم يهتموا بالتراث، ان هم يهتموا بالشيء القديم. اصبح ان المودرن والشغل الصيني اللي نازل دمر الشغل القديم وهدى تجارته، لكن مازال محترفينه ومختصينه بيشتروا. محتفظين زي ما هم بنفسهم، وبينزلوا وبيسعوا وبيدوروا، بياخدوا ارقامنا وبيتابعونا لو في شيء جديد. المهتم بالشيء فعلا بيدور على اللي بيجمعه او على اللي مهتم بيه زيه، لان خلي بالك انا برضو ما بشوفش انتيكات كل يوم، فما بلاقي حاجه انا ممكن الاقي حاجه في وسط خرده، لا هاخدها لمعها وانضفها وارجعها لوضعها تاني. مش باصص لهامش الربح اللي هكسبه على قد ما انا باصص اني حييت ايه؟ تراث. جمعت الموضوع؟ تمام. ممكن بقى نتكلم على الكاس ده، يعني احنا شايفين مع الميزان في كاس انت بتقدمه. هو الكاس قديم شويه. الحاجات طبعا تجرب. علم باسي يلا بالظبط خيو تعال. شيخ عدنان عنده 190 مليار سنه. بص كمان بيتحرك. هذا خلق الحق بابا. بس مكتشف حاجه غريبه، تمام بيتحرك. الله اكبر ازاي كده؟ تعالى الكلب ذو الرجول المكسره. خش تعالى خش خش يا حسام ربنا. لو استنى شفت واحد كده يا كابتن. يا كويس يا رجاله، ايه احنا اللي مقصرين عشان ما يجيش. سمحت بقى نفعل اهو. خش رجليه مفصولة. والله الله يعين كل واحد على شيلته. مش عايز عصافير؟ الجولد 100 عشان خاطرك انت يا 690. طب عايز ايه طيب؟ عايز سبحة. سبحة بقى سبح ربنا بقى، نفعنا بقى، عايز ابيع وامشي. خد سبحة بقى سبح ربنا. انا صحفي ممكن اصور معاك. يا مسهل يا رب. الحاجات دي جميلة جدا شكلها. نحاسيات. هات ال 120 نتكلم عنها هي والميزان الثاني. نتكلم عنها، نتكلم الموازين دي اصلها ايه؟ بالضبط. اصلا اسمه ميزان الرحاله. ماشي. طيب ادي لك معلومات قيمه لو عايز. ماشي. بس اديني نسخه من الفيديو بعد اذنك. ما انا هبعتها لك على الواتساب وانت تصوره بقى. طيب تمام. هبعت لك عنوان دوت ده ب 160. الخنزير ده نحس؟ الخنزير ده خزر. خزر نوع كده من انواع الصناعات الصينيه
اللي كانت زمان مش دايرة يعني، بس بقى خلاص انتهت دلوقتي. ايه في محلات الانتيكة؟ حتة انتيكة، حتة خنزير انتيكة، بس عشان خنزير ما حد بيشتريه، الناس كلها عايزة كلاب. خدي من جوه. امال ايه؟ امال عايز كلاب مليانة يا ريس؟ لازم تحوش جوه. امال ايه؟ بطنه كبيرة، الشركة دي 50 جنيه فقط. عارف الميزان ده؟ ماله؟ والله العظيم انت فين؟ قول لي بقى لما تجيب الميزان ده عشان انا اقابلك واشتري منك. ده ميزان حقيقي. امال ايه يا صاحبي؟ ده يعمل 200 جنيه. يا دين النبي، انت كده جبت الفايدة. خد كلب بقى عشان خاطر الحراسة. جاي منك ايه بقى؟ بيموت ده؟ بيهوهو في النور. انا اسحبها بتنوم. وبيتحط في كيس. انا اسحبها بتنوم. وارد على الفجرية ينومك. بأمانة؟ خش بقلب جامد. خش بقلب جامد. خش بقلب جامد. ودانه ما بتتهزش. والعصافير دي مش انتيكة يا ريس، العصافير دي كورة. ده يا ريس عشان لما تكسب في الاولمبي. ده يا اسطى. قول ايه؟ ده الكاس بتاع ميسي ايام 5/6/7. احنا مش هنشتري. ده راجل عامل ليه بس؟ تعالى. خش يا بكلب حراسة اهو جاي. جاي. ربنا يا لا يا اخويا مش بالبيع ده، انا جايبه طلب لواحد حبيبي زي في واحد قدام على الشمال هنا، هتلاقي عنده فص مليانه تعابين. يا راجل سن ايه وبتاع ايه ده؟ ده اخر خطر عرسك. خلي بالك عشان ده ممكن يعض بجد. يا بس السبحه دي من غير فلوس خالص. هتصلي؟ تعلقت رقبتك؟ يا ابو الشهر فين الراجل الطيب اللي كان جاي يصور معانا؟ هرب. روح هات له كرسي. روح هات له صوره وخليه راجل زباين مننا. اتفضل. ولازم بنجي واحد واحد فينا. ما بيقولش هاي. باسم انت هتنزل على التلفزيون وابوك هيشوفك. امال ايه؟ لا ممنوعات. وش على الممنوعات؟ ممنوعات يا شهر. يا ابو بالليل. ناس بتسال اسئله غريبه. عمودي هتنزل على التلفزيون. خد سمحة. اوكي شوفك على التلفزيون. تعالى مدام عندي عصافير حلوة طازة. ايه بتزمر؟ العصافير بتصوت وبتصرخ يا مجنون. تعالى قبل شكلك بعت. تعالى شكلك بعت. الناس تبيعوا ما يشتروش مننا يا عم. طبعا. قول يابا كلب الحراسه اهو ما تدورش. ادي حته كمان من تيجي تفضل. امسك الصوره. ايه ده فين؟ الكلب قرب يخلص، حد يشتريه. الكلب قرب يخلص. خد يا حاج سمحه سبح بقى وانت سالم وتشيك لي. خد يا عيني الكلب. ياب سيب الكلب ياب في حاله ياب. قرب يتاكل. تعالى تعالى خد عصورتين مع الحمامه دي. تعالى عشان ايه؟ خش بس عليهم. لا 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 17. يا مش عايز طياره. على عم خش يا ابني خد. لازم تتشقلبوا بقى وتجروا على ديكو رجلكوا هنا، خربوا لي الدنيا. حلقة تلفزيونية. دلوقتي يا جماعه سيتم صح بس دلوقتي سيتم تصوير حلقه تلفزيونيه وسيتم تنزيلها مع الصحفي. ما اعرفش مع الصحفي ابو غزاله. دلوقتي يا اسطى حلقة تلفزيونية. عملوا كام؟ 80 بس. 80
نتكلم عنه. الله ينور عليك. بيعوا انتوا هنا مع نفسكم انتوا كده بقى وسيبوا انا وراي. فاضي؟ لا خلي بقى خلي. ايه يا عم انا جاي. الناس كلها ماشيه بتصور. بص انا مثلا بقوم بهذا اللايف وهذا البث اللي بعده دلوقتي موجودين فيه. ثمانين بس البامب الثمانين على تعرف كم سببك العصافير دي مش هتبقى انت بقى يا حبيبي هيتصور حلقه تلفزيونيه. 80 بس البامب الثمانين. اوعى بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. احنا موجودين اهو مال المحشور مال حشرين نفسي طبعا على قدر الامكان ان حضراتكم تفاصيل كل حاجه في اي ركن في الميزان اللي قدامكم ده ميزان صاحبه يتكلم. الميزان ده بنعمل بيه ايه؟ بنوزن بيه ايه؟ الميزان ده اسمه ميزان الرحله. اه نحط الميزان هنا هو نفس الميزان هنا ولازم يتظبط معانا بالظبط عشان يكون في عدل في الميزان. مع الوقت ابتدوا ان هم يحطوا المكاييل كل مكيال وميزان في ربع كيلو ونص كيلو وكيلو وهكذا. ده اقدم ميزان موجود في اراضي العرب ومسمى ميزان الرحله. اه الرحله. طب ده بنوزن بيه ايه؟ معلش ده مؤخرا كان بقى اصبح ان هو حكر على صناع الدهب فقط. هو اللي بيستخدموا فيه الميزان الحساس خالص اللي بيحتاج دقه. لكن في قديم الاعلام الملكي زمان ده كان هو الوسيله الوحيده للموازين وكانوا بيصنعوا المكيال ويحطوا قصاده الموزون. الله ينور عليك. كان في كمان من غير موازين خالص من غير مكاييل كانوا بينزلوا الشيء قصاد الشيء. والشعير مثلا 80 بس البامب اي شيء محتاجه اي شيء انت محتاجه في البث قصاد. طب قول لي هو ليه هو ده سعره كام الاول؟ ده سعره 150 جنيه عشان المصنوع من النحاس. النحاس ازاي؟ يعني فوضح لنا كده. عشان ابويا عشان لا يكون واحد شبه ابويا الناس يقولوا ان ده واحد شبه ابويا. طبعا نفتح صلب حديد هو الوحيد اللي موجود معانا هنا مغناطيس كمان عشان نقدر نتكلم. ده مغناطيس مع اي معدن حديد هتلاقيه طبعا بيتشد بيتشد. طبعا بنعمل كذا مفيش اي حاجه بيتشد. النحاس هتلاقي المسمار الحديد اللي ماسكه هو بس اللي بيتشد لكن الجسم ما بيتشدش. كذلك الأمر برضه بالنسبة
كسل او نحاس نحاس ما يجذبش المغناطيس خالص. ودي اسرع طريقه عامه من التجربه يعني في الاسواق وفي الاماكن المفتوحه. طيب قول لي هو توصيلي 850 صح؟ تمام. في احجام منه؟ في احجام اصغر في اصغر اللي بيمدد السوار ده زي ما قلت لك من فتره. في اصغر من ده في اصغر من ده طبعا في اكبر من ده بس انا طبعا مش متاح ان انا انزل النهارده اكتر من ده. تمام في حاجه زي كده في اصغر من ده في اكبر من ده في اكبر من ده وفي اصغر كمان من ده اللي هو ميزان الدهب. ميزان الدهب الصغير ميزان الدهب الصغير كفه بقى اصغر من ده بكتير كفه اصغر من ده وشكل تاني مختلف. في ميزان تاني مش عايز اقول لك ميزان ايه اللي كان بيعمله عادل امام في الفيلم. اه انت بتتكلم عن الموازين ميزان الحشيش ده ملناش دعوه بيه بس ده ملناش دعوه بيه. اه تعالى ميزان الدهب نفسه ميزان المايضات. طب قول لي بقى عرفني مين فاكر يعني احنا دخلنا على طول في الميزان في الموازين ومتفاصيلها من غير ما نتعرف بحضرتك. انا اسمي طه سمير شغلتي العشاء بس انت باين عليك قوي خبره في الموضوع. انا جايب الموضوع من ايام الميمانيه. انا بحب الانتيكات جدا وسوق الجمعه اكتر مكان رحت في حياتي شفت فيه فعلا انتيكات وشفت حاجات قديمه جدا. عصر السوق ده قديم جدا جدا. اكتر حاجه شفتها ايه وكنت عايز تشتريها؟ اكتر حاجه شفتها كانت في الشارع كانت جوه شويه عند الجماعه اللي عند سكه حديد. ايوه كان عندهم تماثيل ايراني مكسور ترجع لعصر شاه ايراني ودي بصراحه كانت تحفه من التحف. وطبعا ما قدرتش اشتريهم عشان كانوا سعرهم عالي جدا. كانوا بيتكلموا ده الكلام ده حوالي 10 سنين كانوا بيتكلموا في الجوز ب 9000 جنيه دول كان التمثالين زي بعض بالظبط. شغل عالي جدا 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 ايراني وده كان احلى حاجه. طيب احنا دلوقتي في حد في ناس بتنزل السوق هتقول لهم ايه عشان ما يتدخلش عليهم يقول لهم اصل ده فضه اصل ده ذهب خالص اصل ده من نحاس حاول تكون سبيل نفسك يعني ايه؟ علم نفسك ازاي؟ علم نفسك ان هو حاجه زي المغناطيس ما تصدقوش عشان يقدر يعرف المعادن. في ماده اسمها ميه الكذاب الماده دي انت بتشتريها ميه الكذاب دي ماده كيميائيه بتشتريها من السوق بتتحط على النحاس جنزر خش بقى تطلع لون اخضر لو اتحطت على الذهب يلمع اتحط على الحديد يطلع صدى اتحط على الفضه تلاقي الفضه بتطلع ميه الكذاب دي مهمه جدا جدا تكون مع اي هاوي معادن او تحف او انتيكات يتراوض على سوق الجمعه او سوق ده مره ثانيه. ميه الكذاب دي بتحطها على ايه كده؟ ميه الكذاب يا راجل بتحطها على النحاس بجنزر يطلع لون اخضر الذهب يلمع انت بتمشي هتين على ده ولو نحاس بنعرف النحاس. الله ده انت حكايه تاني بقى. طيب لو حديد نبدا نحط عليه برضه ميه الكذاب هيطلع لون احمر اللي هو لون الصدى وبراده الحديد نفسه. طب لو حطيناه على فضه ما هي فضه لو اتثقلت بيبقى لون الحديد. لا هتلاقيها لمعت هتلاقيها زرد بريق زي الخاتم ده مثلا لسه كنا مجربينه لسه كنا مجربينه حاطينه برضه في الدافع معاه الميه الكذاب حاليا دلوقتي ما معيش. اوعدك ممكن اجيبها معايا مخصوص الجمعه. اتفقنا ان شاء الله واعمل لك تجربه علنيه يعني. تمام حلو قدام الناس. طب ان شاء الله خليني برضه اسالك عن استخدم ازاي الحاجات دي طبعا ده صح في كلام ايه ميزان 150 في الشنطه 150 ايه يا عم فريق هجيب كله لحظه هو خلي بالك برضه السوق ولا في حد بيدي لك برضه على حاجه زي ما في مستويات برضه بتدور على اشهر اقل سعر تشتريه زي ما في ناس فاهمه كويس قوي ان في الاسواق ديت اماكن محترفين بينزلوا يبيعوا فيها حاجاتهم ويبيعوا بس مش لازم يكون اثار لان هو مكسب مهم جدا جدا في حاجه زي كده. في تجار وفي ناس سواق بينزلوا يشتروا الحاجات دي وعارفين اتمنى انا طبعا برحب بيك هنا في وادي دجله برحب بيك حبيبنا بقى يعني هنا عن طبيعه المنتج اللي انت بتقدمه يعني احنا بنقول ان ده ميزان ذهب. تمام ايه بقى القصه ايه الحكايه ده فعلا ميزان من الذهب؟ ده فعلا ميزان هو مش من الذهب هو من النحاس لكن دي توزن عليه ده اول الذهب حرف اصلي كبيره طبعا اللي عندنا في الذهب قول للاثنين كده ممكن تمسك الاثنين بعد اذنك. طيب تعالى في بدل الميزان في مقاس اهو ده مقاس حاجات متوسطه لا تتعدى مثلا نص كيلو باقصاها ده حمولته كده ده لا يتعدى 5 جرام. تمام في حاجات اكبر من كده وفي حاجات اصغر لا تزيد عن 50 جرام. تمام يعني طبيعي بقى المواد المستخدمه اللي احنا بيها بنقدر نحطها على الميزان. الله ينور عليك. المواد اللي احنا نقدر الذهب والفضه اللي انا مشهورين الذهب والفضه الاحجار الكريمه بالنسبه للحاجات اللي اكبر والاعشاب لان الاعشاب بتحتاج برضه
دلوقتي استخدموه بالالكتروني قديم، لكن اصل الميزان، اصل الميزان اللي هو ميزان الرحاله. ايوه ده الميزان اللي كانوا بيدوه معاهم في السفر علشان خاطر في حالات الشتاء والصيف يبقى معاهم موازين. كان بيتعامل هم في الطريق بقى بيبدلوا حاجات ويشتروا. الله ده معناه ان احنا بنستعيد العصر القديم تاني يعني، او بنرجع التراث القديم تاني. يا رب نفتكر التراث القديم بتاعنا ونعرف قد احنا كنا متقدمين في الوقت اللي كانت اوروبا فيه لا تملك اي تقدم يعني. يا ريت نحافظ على تراثنا ونبدا نقدم اكتر. طيب انا لما بلاقي حاجه مهمه زي كده دايما دايما باخدها بنظفها، بحاول ان انا المعها، بحاول ان انا ارجعها لوضعها الطبيعي تاني، عشان حتى لو مقتني حد ان هو ياخدها يقدر يستفاد بيها، يقدر ياخد حاجه يقدر يعرضها. لكن طبعا مع الوقت ومع الابن الحاجات دي لما بتصدي او بتجنزر او بيضيع رونقها، فمع الوقت بتترمي في الخرده. فطبعا يعني كتير قوي مش فاهمين وكتير فاهمين بيحيوا التراث القديم تاني. طيب هو ميزان النحاس هو عامه بيكون شكله كده ولا مع الزمن ضاع رونقه يعني؟ هو اصلا تمام، هو اصلا وزن لونه كده اصلا لون النحاس كده ما يلمع اول ما يتعمل. ده لون الطبيعي، ده لون الطبيعي. انا حاسه طافي شويه عادي مطفي. مطفي مع الركنه لكن في اكتر من كده ان هو بيلمع. شايف هنا في الطرف ده في جزء هنا تحس شويه اخضر كده، شايف الخضار ده؟ ايوه ده اسمه جنزره. ده الجنزره ده مع الوقت لما بيتاكسد بيبقى كله باللون ده. طبعا احنا بنرجعه تاني لوضعه الطبيعي وبنحاول ان احنا ما نختشوش بحيث ان هو يفضل بحالته الطبيعيه زي ما كان. وطبعا في منه احجام مختلفه، انا ما جبتش النهارده غير دول بس عشان برضو انا باصص لان طلب على الحاجات دي قليل، فاللي محتاجه انا بجيبه له بالطلب. طبعا ان شاء الله باذن الله لو الجمعه الجايه تيسر لنا ان انت حضرتك تيجي او تيجوا تعملوا لقاء ثاني اوريكم ميه الكذاب اللي بتكشف المعادن اذا كان الفضه او الذهب، وهنوريكم كمان مقاسات ثانيه ان شاء الله باذن الله للذهب وللموازين الدقيقه اللي بتتقاس بالايراد. اللي هي الايراد احنا عارفين طبعا كل خمس ايراد بيعملوا جرام واحد. ده معناه انسان دقيق جدا جدا. ده معناه انه هيكون الاسبوع المقبل ان شاء الله هنا من داخل سوق السيده عائشه معانا مقتنيات اخرى غريبه. ان شاء الله باذن الله هنعرض عليكم مقتنيات اغرب من كده كمان وهنوريها. بس انت وضح للناس اكتر، الناس اللي لسه داخله في البث دلوقتي بتسالك ايه ده؟ فانت يعني وضح لنا اكتر معلش. ده ميزان اسمه ميزان الرحله. وكان بيستخدم ابتداء من عصر الفراعنه عشان خاطر هم يعادلوا ما بين القمح وما بين اي منتج ثاني ما بين الشعير، لحد لما ابتدوا ان هم يصنعوا المكاييل. المكاييل دي اللي هي الله ينور عليك الرطل والدب ده ما يكونش شايفين حيوان مرة والذهب او الجرام. ما حدش منهم حاجة. وطبعا دوت انه الجهل يا صديقي الشكل اللي انا بوريه لكم دوت الله مبسوط للعصور عشان يركب من العصر. مش كنا قاعدين مبسوطين من فيديو اللي هو مش عارفه ايه في الضلمه؟ الميزان ده مميزات الميزان ده اللي هو حساس جدا 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 غير قابل للسرقه نهائيا. يعني كلمه حساس بمعنى دقيق في الوزن جدا. شايف حضرتك العلامه المؤشر هو ما وقفش في النص عندي، انا عندي كيلتين قد بعض، ده اسمه مكيال، مكيال قد بعض. انا كده تمام مظبوط، يبقى كده انا اشفيت او انا برأت ذمتي من ان انا عندي اي سرقه في ميزاني. تمام، بقدر ان انا اعادل بقى زي ان انا احط هنا شيء واعادل قصاده شيء تاني لحد لما يتوازن معايا، انا كده عملت المقايضه بتاعتي. او لو هستبدل بموازين قصادها المنتج اللي انا بشتريه، وطبعا كل حجم لحجم معين، كل حجم ميزان معين. يعني ده ما يشيلش 5 كيلو لكن ده ممكن يشيل 5 كيلو لو متصف. تمام، ده ممكن يشيل معاك لحد 100 جرام. الكبير ده بكام؟ الكبير ده عامل 300 جنيه. الصغير ده؟ الصغير ده 150 جنيه. 150 جنيه. ده يشيل لحد كام؟ ده يشيل معاك لحد 150. خلينا بقى نسألك السؤال الأهم. مغتنس. خلينا بقى نسألك السؤال الأهم. يعني نعمل له تجربة حلاوة ونشوف ده. يلا بينا. وريني. لما خطيطة اهو بالمقاييس مش نشوف الاشكال يعني. ايوه ما تكذبش معايا. طب هتلاقوا المسمار بتاع النص ده خالص. بص هيكذب. يا برتقان برتقان ايس هيكذب. حبيت امسك بيه القعده في مانجا على كده يا صاحبي. تمام، ده بيبين لنا المعدن. وطبعا بقى يعني بقى دي الحاجات اللي بقى
يلا يا كابتن انا معاك القفص. في ناس بتستخدم مبرطه وبتستخدم تحك بالمعدن عشان تعرف كل واحد على حسب حاجه. بس انت ميه الكذاب دي هي اللي مسيحاها. بتجيب لي للقاء طبعا. طب انت معاك ميه الكذاب دي ممكن نشوفها حاليا؟ للاسف النهارده مش معايا، كانت معايا وفي ناس استلفوها مني بيشتري. تمام. طيب هتكون متواجده معاك؟ لا ان شاء الله الظهر ان شاء الله السوق اللي جاي. لا اظهر 100 درجه فيك. ونعمل كمان تجربه على الجنب. مين بقى بيجي يشتري الحاجات دي؟ عايزين نعرف زباينك. هاويين الانتيكات فقط. مفيش واحد مش هاوي هيشتري حاجه زي دي، لان خلي بالك الحقبه بتاعت العشر سنين اللي فاتوا دمرت تجاره الانتيكه في مصر بسبب عدم الوعي، بسبب عدم الثقافه، بسبب عدم المهتمين بالامر نفسه، ان هم يهتموا بالتراث، ان هم يهتموا بالشيء القديم. اصبح ان الشغل الصيني اللي نازل دمر الشغل القديم، لكن مازال محترفينه ومحترفينه بيشتروا محتفظين زي ما هم بنفسهم، وبينزلوا بيسعوا وبيدوروا بياخدوا ارقامنا وبيتابعونا لو في شيء جديد. يعني دلوقتي انت ليك زبونه عايز تقول كده؟ اكيد المهتم بالشيء فعلا بيدور على اللي بيبيعه او على المهتم بيه زي ما هو، لان خلي بالك انا برضه ما بشوفش كل يوم، فانا بلاقي حاجه ممكن الاقي حاجه في وسط خردة لا هاخدها المعها وانضفها مكانها واضعها تاني. مش باصص كمان الشركات اللي هكسبه على قد ما انا باصص اني حقيقي بس بقى مش انت جمعت الموضوع. تمام. انا كلام على الكاس ده، يعني احنا شايفين مع الميزان في كاس انت بتقدمه. هو الكاس قديم شويه. الحاجات طبعا طراز، احنا بنتكلم على انها طراز بيقدم داخل سوق السيد علي. ده بس تمام. من الكاسات بتاعتها ايه برضه بتاع مصر بقى اللي كانت في الستينات. تمام. وهو باين من الحاجات الخشب بتاعته ده شغل الشباب والرياضه زي ما بيقولوا، بس الكلام ده من حوالي يعني من حوالي من 50 ل 60 سنه مثلا. دي كانت الكؤوس اللي كانت بتتقدم في الدوري بتاعهم. تمام. في ناس بتاخد برضه وتلمع، بس انا فضلت اسيبه زي ما هو على وضعه، لان الجديد ما بيفرقش عنه حاجه غير انه جديد وبيلمع. ده طبعا انا سايبه عشان خاطر يبين اللون بتاعه. لا لا مش حاجات موجوده. يعني حابب هنا في البدايه بس تودي معانا اي كلمه اخيره بخصوص يعني المنتجات اللي انت بتقدمها؟ كلمه. والله يا ريت المهتمين يبداوا ان هم يتحركوا وينزلوا للاسواق. ده لازم يتشوف. لان مش كل الناس تملك محلات او تملك حتى بيج او تملك شوب على الـ على الـ على السوشيال ميديا، فمش قادرين نوصل للمهتمين فعلا. فيا ريت يا جماعه تزورونا في السوق وتتابعونا وتشوفوا الجديد عندنا، علشان خاطر في هنا ناس كتير جدا مش فاهمه اي حاجه وبتضيع فرصتنا، لان هي حتى بتسال ومش فاهمه، فعايزين متخصصين يلحقونا. طبعا انا بشكرك جدا هنا يعني. ربنا يبارك. طبعا يعني احنا طبعا هنا مستمرين معاكم ان شاء الله. هي تقديم افضل اداء مسلسلات وافضل يعني المسلسلات المتواجده هنا في السوق. انا معكم انا محمد عمي طاطا، كنتم في امان الله وحده. الاسبوع الجاي بقى هجيب معاك الميه، اجيب لك ميه الكذاب معايا. اختبار تسمع فكره الاسبوع ده هنيك انواع الموازين الباقيه، اجيب لك اكبر من كده واصغر من كده كده. ان شاء الله باذن الله. وفي احجار برضه ممكن اجيب لك شويه احجار غريبه جدا برضه، بس هي مالهاش علاقه بالحريات والكلام ده. احجار نيزكيه وبرضه مالهاش سوق. هو في يا حسام هتتباع برضه يعني الواحد عنده عقل وبيفهم. انت نسيت عليك 50 مره اعرف انا في غير يا اسطى، فاهم قصدي؟ ايوه. احجار النيزكيه اللي بتنزل من السماء دي بتتباع في كل يا عم انت بوظت لي غير يا حسام. ايه اللي عندنا مالهاش سوق؟ عايزين المهتمين بالاحجار دي يشوفوا سوقهم. احنا بيتصل علينا بنشتري شغل بره مصر وما بناخدش فلوس، فعايزين ناس هنا تبدا تهتم يعملوا لنا سوق صغير على قدنا. ما هو لو جيت لي بقى وشفت مكتبتي بقى هتتخض، بس انا في الهرم عندي مكتبه ضخمه تخض. المكتبه دي بتاعت جدي فوارثها عنها ابويا، فوارثها عنه انا. لا ما فيهوش اثار، هو فيه انتيكات فقط. انا محافظ على الموضوع. عم طاطا مفيش حاجه تحبس عندهم. لا طب لا مفيش حاجه تجيب لك انذارات لقناتك ولا تجيب لك مشاكل ليه انا. لا ما تقلقش اشتري. انت عارف قول بس في ساعه قول يا عم. والله حلال عليك دود، والله عايش عليها برضه ما رعوكش حاجات اهي والله. بس يعني المجموعات اللي كلها يا ابني احنا حاجات حلوه من يتعمل. في حاجات بقى مخطوطات من حاجات مستورده. بص يا باشا شديدك بقى خط اليد حاجات جميله يا ابني. ده جواها زهر حاجه بنت احمد. اعمل لك اعمل لك من زباله. بص التوته مش مخطوطه. لو انت حابب حاجه زي كده يلا ان شاء الله باذن الله. وانا الجمعه الجايه لو كده هجيب لك معايا الحاجه دي برضه. A few moments later.
بص الميزان عم بيرقص عايز يجري. ايه يا ابو الهول؟ طب انت خلي انت وياه وانا خليه يجيبها هنا ويروح. بقول لك بكام الكاس ده؟ الكاس ده عامل 350. مره يقول لحد 150، مره يقول 200، مره يقول 300، على فكره في اللايف غرق اول مره 150 والثاني قال 200. بهزر. خلي هات منديل. معيش منديل يا حبيبي والله، خد فلوس وقت لنا منديل. ابو طاطا خد بقى مشهور. هات كيسين، هات كيسين. كيس ب2 جنيه سوبر ماركت اهو. وش وهات الجنيه نعناع. اللبان كله ريت. ده كام كيلو العصافير؟ لا يا عم اللي انت عايزه، اللي انت عايزه نوزن يا ابويا. يلا نوزن العصافير انا معاك. لا دي شنطتي انا دي. طب انا مؤاخذة انا حكيت خالص. ما ينفعش كده بقى اهو. معلش انت عايزين نتفرج على ايه طيب؟ اللي انت عايزه. انت عايز الحاجات تضحك علينا؟ لا والله اهو معانا الحاجات دي، معانا المصحف الشراب بتاع زمان ده ومن ايام التسجيل. في ناس والله مهتميه بالكلام بس بالحاجات الكامله يعني. ده معاك العصافير. في ناس عندها لحد النهارده تسجيل. خلي بالك الناس بقى اللي هي فاكر زمان هو السماعات بتاعت الواي فاي بتاع زمان ده. ده دي هو هو في بقيت اهو بس وفاهم بقى الحاجات بتاعت خالد خليل. خش خش من البوابة يا ابني. بس بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. بصوا كده شايفين طبعا جمال لايف رهيب. جمال طبعا بالعرض 150 جنيه بس ده ثمن الميزان اللي قدام حضراتكم. تقدر بقى عندك انت توزن فيه كل حاجه واللي بالي بالك ممكن توزنه بيه. يعني بنتكلم عن الذهب، يعني بنتكلم عن الفضه، يعني بنتكلم على اي ميزان، اي حاجه حساسه وبالجرام بتتباع ها تقدر توزنها، تقدر ايه تعرف وزنها. دلوقتي مع ملك الفضيات في سوق الجمعه. تلاقي عنده نحاس والفضه وكل حاجه، وكمان هو يمتلك مكتبه كبيره جدا من المقتنيات. جميله، شخص جميل كده ومثقف. هيقول لنا ايه التفاصيل؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده ميزان ولا احنا؟ ميزان اسمه ميزان المره الرابعه. بس هيعيدك اكثر المره الخامسه. يعني لو هنحطه يعني هنا مكيال وهنا الثاني اللي مثلا ده بطه او اي حاجه بالنسبه للحاجات البسيطه. ما شاء الله. ايوه كل لما كل ما الاحجام كبرت كل ما الميزان كبر. واحنا بنجيب ميزان تاني اهو. بس الاثنين بيشتركوا في حاجه واحده بس، ان الميزان بتاعهم حس. وحاجه تاني نحاس. نحاس صح؟ الله ينور عليك. ابو واحد يقول لي معلش بقى بطلوا كده. ده مش نحاس. طب نثبت لهم ان هو مش نحاس. طب يلا بينا نثبت. ورينا كده. انت فاهم حاجه؟ مش تجيب لهم. طبعا هو انا حاسس ما بيمسكش. معاكش حاجه حديد يا جماعه؟ جنيه فضه ولا حاجه؟ حد معاه جنيه فضه؟ كلها معاها جنيه فضه اهو. يبقى كده احنا عرفنا. طب اخلعوا لي من ده. لو ما عرفتش تخلعه يبقى نصيب. عايز اخلعه. المغناطيس ده قوي جدا على فكره. الجنيه بتاعه. ايوه ماشي. المغناطيس ده قوي جدا ما يخلعش بسهوله. طبعا لو مش نحاس هتلقط انت. هتلقط وقتها طبعا. جسمي نفسه ما فيهوش اي حاجه، فده بيثبت لك ان هو نحاس. والنحاس كده اتعشيت يا باسل. النحاس مش طبعا للموازين من زمن الزمن. لو تلاحظ حتى المكاليم نفسها ممكن تلاقيها نحاس. بس ما بتفرقش كتير. صورني النحاس مخصوص ايه؟ صورني حتى بالمنظر ما بيفقدش من وزنه. ايوه الحديد بيفقد من وزنه، فممكن المكاليم دي يختلف ميزانها لو صدت. لو تاكلت مع السماء النحاس ده بيفضل ثابت. الحاجه اللي جوه حافظ وزنه، بيفضل حافظ رونقه زي ما هو. ولو جمزر حتى واخضر زي الطرف ده كده مثلا. أيوة. يعني احنا كنا جايبينه كله بالمنظر ده. بس طبعا لمعناه وقدرنا ان احنا نوصل لاخر حاجه لانه ده قديم اصلا. ده كان لونه
الجزء الاخضر اللي فوق ده. ايوه ده كان لونه كله. وانت قدرت تنظف وتقفل لحد ما تطلعه بالمره. بس مش رقم زهيد دي ايقونه مثلا 150 جنيه ده انت بتبيعه بكام؟ انا كده اعتبره ببيعه ببلاش. بس انا زي ما قلت لك انا مش باصص لمكسبي قد ما باصص لان انا عايز احيي تراث. في حاجات قديمه جدا جدا وكتيره جدا جدا هي مش اثار ومش مندرجه تحت مجموعات البيع. لا لا هي حاجات عاديه بس بالفعل هي اندثرت وده تراث حلو جدا جدا لينا ان احنا عشان استخدمناه في مقتنيات منزليه. ايوه زائد ان هو طبعا قيمه تاريخيه. كام سنه وانت بتبيع موازين او الحاجات الخاصه بالمقتنيات المنزليه؟ بالنسبه للمصطلحات النحاس بالنسبه للانتيكات عامه انا بقالي حوالي يعني 25 سنه 25 سنه ما شاء الله تمام. ابتديت طبعا ان انا يعني اخد فتره كبيره ما بين اللوحات والبورتريهات وما بين الانتيكات ما بين التوتيات الفرنساوي النحاس الشحن لحد عشان اصور اللقاء التلفزيوني مع ابو سمره السرجاني اليوم نصور اللي ما بتتكررش كتير او اللي مش منتشر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعيني الاعزاء البث مع ابو سمره السرجاني بس شوف اليوم اشارككم شيئا عجيب ونحاس في منه بيوصل لان انت توزن عليه لحد 50 جرام اللي هو بتاع الدهب ده اللي كان زمان انا وهوزن بيه دهب ده تمام يوزن كام ده؟ ده معاه في حد 100 جرام ما يزيدش عن 100 جرام ده ما يزيدش عن 100 جرام من 50 ل 100 جرام اخر الوزن بس ده انت هتبدا تدخل في الكيلوات. ايوه يعني ده يقدر يوزن معاك مواد صلبه حمل السلسله بتاعته. أيوة. يوصل معاك من 3 ل 5 كيلو. السلسله دي ما بتبقاش نحاس ولا السلسله دي بتبقى زيهم بالظبط نحاس طبعا برضه. طب برضه يعني كلمني هنا كتير بيسال المقتنيات دي حضرتك بتجيبها منين؟ المقتنيات دي انا بجيبها من الاماكن برضه اللي بتتباع فيها الخرج شهرنا انزل افرزها وبشوف الحاجات اللي زي دي اخدها برجع تاني اجمعها واحطها لان الحاجات دي لو ما اتعملش فيها كده وحقناها بتروح لاعاده التصنيع خلاص بتسيح طبعا وبتنتهي موضوعها. بتنتهي موضوعها بكام؟ عندك ايه تاني غير الموازين والكاس والحاجات اللي في انت كنت كلمتنا عن الميه الكدابه يعني ايه ميه كدابه؟ ميه الكدابه حسن. عندك ايه تاني غير الموضوع ده؟ غير الموضوع ده غير الموازين عندي مقتنيات جدا بس ترجع برضو يعني لعصور قديمه بالنسبه لكتب او مخطوطات او بالنسبه للنحاس بالنسبه للترابيزات بالنسبه لتوتيات فرنساوي بالنسبه لطقم ساعات حاجات كلها برضو من الحاجات القديمه اللي بيشد تقنيه تصنيعها في الفتره اللي هم كانوا فيها عشان كده الذهب عشان كده النحاس الفرنساوي مش العالم انضف انضف انواع النحاس في العالم كله كسعر وكجوده وكتصنيع وجوده كمان في تشكيلها. طب عشان كده احنا بنسال بقى عن المية الكدابة. مية الكدابة. مية الكدابة. مية الكدابة. مية الكدابة دي. هي مادة أنا مش فاكر اسمها هي هيدروكلوريد حاجة. دي المادة دي بيستخدمها كل بتوع الذهب عامة غير الحرق علشان النفخ بتاع الذهب. هي بتحكي عن كيان الذهب والفضة. ناخد مية الكدابة هي بتبقى في أنبوبة ما بتتسابش طبعا كتير علشان هي ممكن تسحب نفخك ويتحط نقطة منها على الذهب. لو ده نحاس بيطلع اللون المدلع لو نحاس. طب لو ذهب بيزيد لمعه وبريق الفضه لو فضه بتلمع لو اي معدن تاني بيتاكل لو الحديد بيبدا بقى يطلع لون احمر لون اصفر لون لون الاكسده ده بالنسبه لميه الكذاب. فدي لازم تكون مع اي مقتني معادن علشان خاطر يقدر يكشف بيها بدون طبعا ما يبقاش عم يتواصل شهر. طبعا يا مودي متابعينا الكرام دي طبعا عم بيطلع جدا وبقى اشهر بتاع موازين في العالم ده بيقول لك ده ملك الفضيات ما شاء الله وصلنا. بيمسك في النحاس ولا ما بيمسكش في الماده دي النحاس ولا الفضه ولا ده باي معدن ما بيمسكش بيمسك في الحديد فقط حديد بس هو ده خليك دليل على ان الماده اللي معاك ماده نحاس مبدئيا. تعالى نعمل تجربه كده معلش مفيش انتصار طبعا هنا مفيش اي انتصار تمام حتى كمان السلسله مفيش اي انتصار السلسله جزء من ال اديني طبعا بقى اديني بعد اذنك اي حاجه حديد كده اي جنيه كده جنيه حتى جنيه فضه معلش يا ابني جنيه فضه تاني خد تعالى انا هفتشك اهو طبعا احنا شايفين عامل ازاي وفي خلعه برضه هتلاقيه فظيع وفي خلعه هتلاقيه افظع
فطبعا ده بيريحك علشان خاطر تقدر معلش شديد شويه اهو بحاول انت هو صعب شويه فطبعا دوت فورا فورا اي حاجه معدن صعب 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 جدا اسحبه من بره المفروض بقى يسامح في الجنين هو شكله مش طايق لا اهو كمان مش عارف فطبعا عندنا هنا كده هو ده اللي بيبين لك اللي هو ده حاسس ولا لا انت بتعرف في الجسم ده حاسس وفي المعدن طبعا بتعرف فهو اذا كان ميه الكذاب واذا كان المغناطيس هم اهم سلاحين يستخدمهم تاجر الانتيكا او كاوي الانتيكا في ان هو يكتشف العدل اللي مش بيقدر الراجل ده المتعه ياخد على كل دول 10 جنيه عايز اخش بسندوتش ولا عايز اروح عمي طاطا شهر ادي ادي العصافير للطاطا عصافير طازة عصافير لسه صح طبعا الحمد لله بعنا كمية فرصة قبل ما يموت بعنا 7 عصافير عصافير طازة يا قبل ما تموت اتبقى خش على عصافير عصافير طازة لسه صح انت الحوامات الحوايات السبح اتبقى شوية عصافير طازة خش بعنا شوية تماثيل العصافير الطازة وبقينا مليونيرية لسه لما تتش والله عصافير طازة طازة لسه لما تتش الانذار الاخير طازة ومش يا حاجة عصافير طازة معانا ايه عايز عصافير طازة لا دي بتتربى عصافير طازة دي بتتحمر طب عايز سبحة تاخد كلب طبعا للحراسة كلب الحراسة اهي السبحة الجميلة نقولش اهو ازاي بس خش على العصافير الطازة حتى المعاقين هيموتوا مني حتى المعاقين خش على العصافير او حتى المعاقين يا عم الحاج خلينا نبيت خش يا حاج عصافير الطازة اخرة مانزة طيارهم اخرة مانزة طيارهم لا يا عم تعالى يا معلم عصافير طازة قول اللي يمسكهم ياخدهم حاهم قبل ما يخلصوا طيارهم قول اللي يمسكهم ياخدهم خش على العصافير الطازة حاهم قبل ما يموتوا لسه صحيح هو ايه العصافير الطازه مع بلاستيك مع بلاستيك شكل زي ده كده اشكال معلم مودي انت مالك مبادين كده ليه فوق كده فوق وربنا هيموت معلم باسم بس يا لابسين بيكسب تجيب له على طول عصافير طازه يا حاج عصافير طازه لسه ما ماتتش سيبها عادي خلاص لكم عصافير دي زورو خش على العصافير الطازه لا يا صاحبي انا بكبر على وشوش الناس تليفوني فين اه فين خش على العصافير الطازه ايه العصافير الالماني العصافير الطازه اللي لسه ما ماتتش خش على العصافير الطازه دول بيودعوا انت كده مش شايف العيال الاصغر العيال الاصغر منك عندها 10 سنين و11 سنه وقاعدين بيضربوا فيه عادي يا مصر طب انا عادي طب اختهم قاعدين بيجربوا تعالى انا وانت نجرب بص بص وبيعرفوا يطلعوا ضخم من مناخيرهم لسه ما فيش حد عايزين نلحق نبيعهم خش يا ابني العصافير الطازة لسه ما ماتوش الحقوا اشتريهم 3 بنيه يلا الحقوهم قبل ما يموتوا عصافير صح يا والله انا بهرب العصافير الطازة طازة ايه لسه ما ماتتش 3 بنيه ربنا انا عايز اخلص عايز اروح عايز واحد بس خلاص خد واحد بس كام؟ 45 مش عشان خلاص معايا ها هتاكلوا ليه تعبان ايه هتاكلوا ليه تعبان ايه يا عم بيقول ايه ده بياكل ايه ده بياكلوا فلارس الجيبه
اشتري لهم ب 20 جنيه وانت ماشي هتحطهم شهرين. لا انا هسيب البيات الشيال انا بشيلها. يا لا على فكره اخد بس عشان يا راجل هاخد الكرتونه بس عايز الاقي كرتونه بس هتاخد الثلاثه؟ لا واحد بس. لو هتاخد الثلاثه هتقول لك 110 يبقى انا وصلت بس ده عامل 35 بس عشان تشيلهم ده عامل 35 عشان تشيلهم انا احسب لك 110 و3 عشان نقرب على بعض ده 90 بلفظ بعيد يا صاحبي طيب ماشي خلاص يا الله قطعه خشب اهي ربنا الو كلب حراسه ربنا وربنا ما هيجي زعيم يا واوش طب يلا اللي انت شايفه صح 80 بس الاطفال اه انا مسحور وببيع في السوق وحالتي في القلب دول بيموتوا مش هتاخدهم سيبيني يا ريت ما انا عايز اطلعهم للعيال خش على العصافير قبل ما تموت اخر ثلاثه والله العظيم ما هيتباع ايه العصافير التوزع ده هو بجد هرن عليه وبتاع ياخد المواد اللي عليها ما تجيش بقى قال لك ايه؟ قال لي هات المواد حضرها المواد اللي فيها عادل والكلام ده مش عادل بقى حاسس ده ابو الصفه ازاي نعرف ان عادل في الشغل من غير ما يتعب علينا؟ اه ما احنا بنلعب كتير جو حديد علينا فتره وحاسس علينا ده كلها السنه مش صيف عايز اظبطك يا مساعد يا رب مودي خش على العصافير الطازه شهرنا يا مودي شهرنا يا مودي بس طازه لسه شهرنا طب اجيب لك ايه بتحبه طيب قول لي وانا هجيب لك الجمعه الجايه عصافير الطازه هتندم لو خدوه استاذ مودي مبطون جدا لا بس مودي عسل يا جدع مودي عمره ما بيتظلم مودي ده عسل واخويا 80 واحنا دلوقتي في سوق الجمعه زي ما انتم شايفين السما كبيره جدا عندنا هنا الجامع ابو لهب استغفر الله العظيم يا رب وعندنا هنا حمام كل ده مكان حمام اللي هناك ده خشب بيوت حمام التليفون مش في جيبي عندنا هنا ده مكان فوري سوبر ماركت وعندنا هنا العصافيري ابو مجدي اقرا كده مكتوب ايه العصافيري عندنا هنا كلها غيات وبيوت عندنا هنا بياعين ومن ضمن البياعين ابو طاطا تعالى اما نشوف مع ابو طاطا ايه السلام عليكم نحن في لقاء في بث مع ابو سمره عصافير الطازه خش الحق قبل ما تموت 80 عصافير طازه لسه غرقانين ميه ده الجير ده عسليه خزف كله مستورد وجميل والله جد ايوه خزف اسمه بيك بجد ولا خزف والله خزف خزف صيني بجد مش بلاستيك ده تحفه بتاع بتتحط الكلام من ده يعني انا بتكلم على الشكل ده خنزير اه جدا ايوه طب اعمل ايه طيب؟ ده للنصارى انا مش قاعد طب اعمل ايه طيب؟ عايز خد كلب اعمل بيه؟ ما اعمل ايه طيب؟ ما انا خنازير يا لك ما رصناه ده حاجه نيله ما انا عايز اروح من غيرها حراسه ليليه مستنيه كمان عايز اروح خش على العصافير الميتة ياخد عصفور ميت ركز عصفور ميت هتندم لو خدته هيموت يا ابني هيموت نص ساعة وهيموت مش مصدقني ليه؟ وربنا تندمه لو خدتوه اشتريهم بقى عشان انتوا تصرحوا لا ولا لو لقيت الصراحة وما تشتريش شوف يمشي معاك ايه عسلية والله ينفع هيتحط التكاف في المكتبة وشكله حلو ورخيص مش عارف فلوس ما انا بلخص عشان عايز اروح شوف عايزه كام بس ده وضع الدغدغ لا ان انا بقى انا خدت الضرب وضرب احنا جربنا واحنا جايين اقصى انواع العذاب ما تكسرش اللي ده عشان ناثر عليك ايه اضعف حته الحق الكلب قبل ما يموت لا سيبه يموت زي العصافير بقى كفايه العصافير يا عم مات
ايه ده رجل الكسري؟ ايه يا عم رجل الكسري؟ مش هتجري ايه الا من خش على عصافير الميات الطازه خش يا ابني بعد فوق الحق اشتري عصافير قبل ما تموت اقول لك حاجه انت راجل عم الله يعزك يا ابني خش قبل ما يموتوا الحقوق تعالى تعالى شوف العم طاطا كل اللمه دي وما حدش هياخد حاجه في الاخر بصوا راسه دي على عم طاطا الكذب كذب يا عم طاطا بقى مشهور جدا عم طاطا بقى مشهور يلا يا عم يلا يا عم لا تسمر النص عشان يلا العم طاطا بقى مشهور جدا يا جدعان كذب الراجل ده بيصور يا ودي طبعا اعزائي الكرام نحن في سوق الجمعة سوق الجمعة مع استضافة استاذ مودي ومع استاذ باسم يا باسم واستاذ باسم باذن الله ومعانا كل فرش سوق جمعة واجمل فرشة هتشوفوها في حياتكم هي فرشة العم طاطا عندك هنا بيبيع بود وفيب مع سندوتشات هتقول لي ازاي اقول لك سوق جمعه في كل التي تتخيلوها التي لا تتخيلوها عندنا هنا العم طاطا انا ده مش البيع ده بتاعي خاص انا عايز يوافق عايز كده انا حاجات مستعمله كده عندك عقيق عندي بس مش هنا والله أنا ممكن الجمعه الجايه اجيب معايا خواتم مشايخ خواتم عند مين قديمه انا فاهم قصدك ايوه هو اصلا الحاجات القديمه طيب لو الجمعه الجايه قادر كان بيها عايز تاخد رقم ابعت لك على الواتس فاضل يا باشا ابعت لك على الواتس ده هاند ميد ده صناعه هاند ميد الفضه الحجر دوت حجر ياقوت روبي وياقوت اصلي وبص في القطاع بتاع كله وانت تشوف الياقوت المظبوط اهي بعيد عن الياقوت الاحمر الدرجه بس من السوري نعم يا جهاز درجه قياس صلابه من 7 ل 9 كيس لانك بتاخده بقى بطريقه ثانيه تبدا تاخد الحجر نفسه وتشوف شفته مره فهمت بعد الصوره وتشوف شفته الضوء لو عدى منه عدى الضوء لون منه يبقى انت ماسك الحجر من لما حاجه الازاز الملون ما يعديش الضوء الابيض عايز خد رقم يعدي ابيض حجاره بتعدي رقم هو طلع الرقم يوم يعني عدي اللون احمر طيب اسجله باسم ايه يا ولاد لو سمحتوا ما تتخانقوش الكاميرا زي الزفت الكاميرا زي الزفت كده يا ولاد علشان الجوده وحشه على صاحبي على صاحبي ولا ينبك يا ابويا يا ولاد بتصور يا راجل كده بتصورني انا قلت ان انت بتصور اهلا مسا عليكم يا رجاله ايوه قاعد بتصور يا عم هو عايز اشوف ايوه عم تصور تصور استنى ما نعملها كده لفوق تصور يا ابني تصور يلا تصور الفرشه بتاعتك ارجع يا رجاله يلا الواحد راح خاطب التليفون جاي يا الحوار يا زميلي علقتي نفس الفرد تعال مش هتلاقي منها تاني لازمك علقتي من مفتاح السحر نبيع اصنام النهارده حد عايز اصنام
ولا بيدعوكم الى ابو دهب عامل اوكازيون ابو لهب عامل اوكازيون على اصنام اصنام عايز سلام حاج عايز بيع اصنام عليها اللي هو وش الكلب وش القطه وش المعزه والحاجات دي من المكتب من عندك تعال كابتن خد اصنام تعال حد عايز اصنام قول اصنام ادعوكم الى مهند سامع يا كفر عايزين نبيع الاصنام فينك يا ابو لهب عايز اصنام ابو لهب بيضحك ابو لهب بيمسي عليك السوق خلص السوق فاضي الناس ماشيه الناس واحد وانا والعيله قاعدين والدنيا ضلله اصل انت ما تعرفيش احنا اتفشخنا من الشمس فلما الظل جه اتبسطنا ريحنا فبقينا رايحين بقى في الظل بقى مبسوطين السوق بقى حلو دلوقتي خش على اصنام خش على اصنام الطازه الطازه طازه بقى هنقول ايه اصنام الطازه لسه 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 عاملينها دلوقتي خش ارميهم في شنطه ابو لهب بيضحك اصنام عايز اصنام لازم يتعلى الدين طب كاس العالم نبيع كاس العالم A few moments later. هي دي على وضعكم يابا اللي يشتري يشتري واللي يبيع يبيع. دلوقتي تقدر تقول لي احساسك وانت واقف على مسجد عم تطا. عندنا النهارده جزمه علاء الدين وعندنا عمله التنين وعندنا ساعه بايظه اهي. شوف يابا اقول لك في العمله بص شويه سوداني على شويه بتاع حاجه ممنوعه عايزين نبيع الحاجات دي بص سوداني يا اسطى على لب على بص يلا صاحبي اشوفكم في فيديو تاني A few moments later عارف يا دي انت وهو لو ما شجعتنيش اطلع عين اللي جابك يلا ماشي ولا ينفع معانا الكلام ده اصبر اما نطلع على الطريق امسك هلا صورني واد وانا قاعد بقع A few moments later دفعوني 50 جنيه في البتاع الخشب ده والله يا ولاد الكلب ما هتاخدوا مني حاجه قبل ما اقع ميه عارفين اللي مش هيشجعني او اللي لازم انت ولا اقع يلا شجع هو الله يلا يا ابني قول الله ايه رايكم بصوا انتوا تصبروا لما انا اخلص نحله خالص انتوا تعالوا تقولوا الله والكلام ده يلا هو ايه البتاع اللي منور الكبير ده جيب هو ده A few moments later يعمل ايه ده يعني يعمل ده بارد يعني احنا بنتكلم على جنات وراس بيقدم داخل سوق السيده عائشه ده برضه A few moments later